السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. حديثنا اليوم عن يوتيوبر اسمه عمر الفاروق، عنده فيديوهات بعنوان عمر يجرب. آخر ما جرب نزل فيديوين من اليابان، أنا صانع ماتشا والثاني أنا متنسك في جبال اليابان. هل عمر وقع في الشرك وفي الكفر؟ هذا ما نريد أن نعرفه من خلال هذا الفيديو. تابعوا معنا لقطات مما يفعله عمر، ثم نعود لنبين الحكم الشرعي في هذه المسألة. تنفي الأخبار تاني عارف حاليا، أنا مفهم ولا شيء، بس قاعد أشوف طقوس غريبة، طريقة مشيهم يعني حكوريلهم في الأرض عشان ما يطلعوا صوت، شو قعدتهم، شو دقة في التفاصيل. ممكن تقول بس اشرب شاي وخلاص، شو خلال الحضور على الطقوس 400 سنة؟ هب روح السر ماتشا، الطريقة اللي ينظفون فيها الأشياء دقيقة، كل قطعة كل سطح ينظفونه، الفكرة أن تجامل الضيوف. أعتذر عن الموسيقى. Very strong. مهم تخلص كل الأشياء. سويت ما تبي يعطونك كميات قليلة، بس مهم تخلص. الأخيرة لازم تطلع فيها صوت عشان تقول حق المضيف إنه عجبك. سمعي دي عيال. سوغوي. ليش قاعد تسوي دي كلها؟ شنو لازم نسوي بالضبط؟ شنو الأشياء المهمة وشنو الأشياء ممكن نمشيها؟ هاي الحين بيختبروني فيه. ادخل شباب. 6 steps. Yes. اوف محسوبة. 1 2 3 4 5 6. لا. في هذا الفيديو رأيتم الطقوس اللي مارسه عمر من الانحناء والحركات اللي يسويها من خلال الشاي الماتشا. شنو قصة هذا الشاي وهل هو طقوس؟ خلينا نتابع الحلقة الثانية عن أنا متنسك في جبال اليابان. سبع قطع من القماش باللون الأبيض، هذه لبسي بيكون للثلاث أيام الجاية، من دون لا بد ولا تسبح. ما أعرف البرنامج ولا أعرف شنو ينتظرني، بس أعرف أن هذا المعبد بيكون المسكن لي. قبل هناك ها؟ عجيب انه هو مسوي بحث ها؟ يا رب توفقنا وتيسر دعمنا وتخلينا نستفيد من التجربة والتجارب اللي نعيشها ونفيد ان شاء الله. مع خروجي من المعبد مفروض ما اتكلم خلاص. من هنا بدأت رحلة الصمت والانغماس في الطبيعة، أو بطريقة أخرى
الانغماس في النفس والروح والأفكار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما وراء الكفر ذنب، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن لم يكن هذه الطقوسات الذي يمارسه هذا الشخص كفر وشرك بالله، فلا يوجد كفر وشرك على وجه الأرض. الآن نأتي لكي نعرفكم على هذه الطقوس الكفرية والشركية وحكم الشرع في ذلك. ماتشا، وتعني حرفيا مسحوق الشاي، هو شاي أخضر مسحوق بشكل دقيق، يستخدم خصيصا في طقوس الشاي اليابانية الساندو اللي ذكر عمر. الساندو طريق الشاي أو طقوس الشاي هي مجموعة من الطقوس والشعائر التي يتم القيام بها أثناء تقديم الشاي. تأثرت هذه الشعائر بمذهب البوذي الياباني. هذه هي الطقوس. سيدا باليابانية تعد الشاي، يعتبر القيام بهذه الطقوس اليوم من الهوايات المحببة في اليابان وعبر العالم. يقوم بعض من اليابانيين المهتمين بثقافتهم بتلقي دروس خصوصية في سادو، يتم القيام بالطقوس الخاصة بتقديم الشاي في غرفة خاصة ذات طابع تقليدي ياباني، وتتواجد هذه الغرف في بعض المعاهد الثقافية. كما يقوم بعض الأشخاص بتخصيص غرفة خاصة في بيوتهم لهذا الغرض. تتألف الطقوس من عدة شعائر يتوجب على الذي يؤديها حفظها عن ظهر قلب. يتم فيها وصف كل الحركات التي يجب القيام بها، ويشمل ذلك الحركات الدقيقة لليد. يقوم المضيف بتحضير الشاي ويقدمه لاحقا للضيف. كلها طقوس شركية وعبادات شركية بوذية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نأتي إلى المنسك اللي يقوم به عمر، اللي يسمى اليامابوشي. اليامابوشي تعني الشخص الذي يسجد بنفسه على الجبل. هم ناسكون زهاد موجودين في جبال اليابان، يعتقد على حسب معتقد صوفي ياباني تقليدي أنهم يتمتعون بقوة خارقة للطبيعة، وهم يتبعون عقيدة الشوجندو التي هي تكامل للبوذية الباطنية فاجريانا لطائفة الشينجو مع بوذيي تينداي وعناصر الشنتو. الشوجندو هذا اللي يقوم به عمر هي طريقة النساك، وهو نظام عقيدة توفيقية تعني طريق الاختبار والتدريب. وكان الاعتقاد السائد هو أن النساك يستطيعون أن يبلغوا قوة سحرية تفوق قوة البشر نتيجة الميزة التي حصلوا عليها من خلال ممارستهم الدينية الصارمة. هؤلاء المتصوفون الجبليون اشتهروا بقدراتهم السحرية ومعرفتهم بالتنجيم. أغلب هؤلاء الزهاد بالإضافة إلى حبهم الشديد للشوجندو درسوا تعاليم طائفة تنداي البوذية أو طائفة الشينغو التي أسسها كوكاي في القرن الثامن الميلادي. كانت بوذية شينغون من أهم الطوائف الأولية للميكو أو البوذية الباطنية، التي طبقا لها يوجد التنوير في الانفراد والخلوة ودراسة النفس والتأمل فيها، كما الطبيعة والصور الباطنية التي تسمى ماندالا. كل من طائفتي الشينغون والتانداي يعتبرون الجبال المكان المناسب لهذا النوع من الخلوة وتأمل الطبيعة. تشتمل عقائد البوذية وأفكارها وتعاليمها على خرافات كثيرة وأباطيل عديدة ومتناقضات شتى، منها الإلحاد. فقد كان بوذا أول دعوته لا يتكلم عن الألوهية ويتحاشى الخوض في أمور الغيب، ثم تحول بعد ذلك إلى محاربة الاعتقاد بوجود الله، وصار ينادي بالإلحاد. أيضا يعتقد البوذيين أن بوذا هو ابن الله، وهو المخلص للبشرية من مآسيها وآلامها، وأنه يتحمل عنهم خطاياهم مثل يسوع. أيضا يقولون قد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء ويدعونه نجم بوذا. أيضا يقولون لما ولد بوذا فرحت جنود السماء ورد تلت الملائكة أناشيد المحبة للمولود المبارك. يقولون بقانون الجزاء وإنكار البعث واليوم الآخر، فهم يرون أن الإنسان لابد له من الجزاء على أعماله خيرا وشرا، لكنهم يرون ذلك يحدث في الحياة الدنيا، لذلك فهم ينكرون البعث وينكرون الجنة والنار. يعتقدون أن هيئة بوذا قد تغيرت في آخر أيامه، حيث نزل عليه نور
أحاط برأسه وأضاء من جسده نور عظيم. فقال الذين رأوه: ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظيم. يصلي البوذيون البوذا ويعتقدون أنه سيدخلهم الجنة، ويؤدي الصلاة عندهم في اجتماعات يحضرها كثير من أتباعه. لما مات بوذا قال أتباعه: صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض. يقولون بتناسخ الأرواح، وذلك ناتج عن كفرهم باليوم الآخر، حيث قادهم ذلك إلى القول بتناسخ الأرواح، فهم يعتقدون أن من مات انتقلت روحه إلى حي جديد، فإذا مات الثاني انتقلت إلى الثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية له. ثم يزعمون بناء على قانون الجزاء أن الروح تلقى جزاءها من النعيم أو الشقاء أثناء تنقلها من جسم إلى جسم، وهذا الاعتقاد سرى إلى كثير من الأديان والفرق التي تقول بالتناسخ. يؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة إليها. في تعاليم بوذا الدعوة إلى المحبة والتسامح والتعامل بالحسنى والتصدق على الفقراء وترك الغنى والترف وحمل النفس على التقشف والخشونة، وفيها تحذير من النساء والمال وترغيب في البعد عن الزواج. ويرى بوذا أن أساس التدين هو التأمل. هذا مختصر عقيدة البوذا والطقوس اللي مارسها عمر. نأتي إلى الحكم. أقول: ممارسة طقوس المشركين أو مجالستهم وقت ممارستهم لشركهم فهو شرك مخرج من الملة سواء علمت أو جهلت. يقول المولى عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي إذا قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ويعملون الشرك والكفر ورضيت به فأنتم كفار مثلهم، وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. يقول الإمام الحسن البصري: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لأن الله تعالى يقول: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه نقطة. النقطة الثانية: عدم تكفير هذه الديانات البشرية الباطلة كفر وناقض من نواقض الإسلام. من لم يكفر كافر فهو كافر، فما بالك بمن يذهب ويقوم بتطبيق طقوسهم ولبس ملابسهم وطلاء أظافره مثلهم. هذا ما فعله عمر، وللأسف ممارسة طقوسهم والانحناء والتأمل في الطبيعة، كما في طقوس اليامابوشي اللي مارسه عمر 3 أيام ما يتروش ولا يتكلم، بل يتأمل الطبيعة ويتأمل المناظر في الجبال. ربطنا القوة على نفسنا، نفسنا ضعيفة. كل الأشياء اللي حولي جميلة ولا بس لأني مركز. هذه كانت أسأل بداية الرحلة، أو يمكن أن الأشياء اللي تشتتني أقل بدون الشاشات وبدون المدينة. من الشروط الغريبة بالنسبة لي الأكل وطريقة الأكل. لازم ناكل وجبة بسيطة جدا خلال 30 ثانية بس. أوكي تمام. العجيب إنك نتواصل بطرق غير الكلام، بالإشارة، بالأصوات، وكنا نفهم بعض. شكرا يا رب إنك خليتنا نلاحظ نتأمل في الطبيعة، صوت الهواء،
الورق. شكرا على كل الجمال. رجعنا لفقرة الأكل السريع. 30 ثانية بس. الأكل بالعوال وبترتيب معين صعب أكثر مما تتوقع. صراحة توقعت إن اليوم انتهى، لكن للحين نطلع مرة ثانية. هالمرة المشي في الظلام، في البداية مع الليتات، بعدين خبرنا نسكهم وصرنا ما نشوف ولا شيء، لما فجأة طلعنا من تحت الشجر ونورت الدنيا. اينا ضوء القمر. يا رب نورنا بالحب، بالتقبل، بالوعي، وتعميننا بالتعصب، الكراهية. نور قلوبنا. يقول يا رب نورنا بالتسامح والمحبة. يا مسكين، ادعو الله سبحانه وتعالى أن ينورك ويبصرك بالتوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. التوحيد الذي قاتل من أجله محمد صلى الله عليه وسلم كفار قريش. التوحيد الذي ينقذك من خلودك في نار جهنم. أنت بحاجة إلى أن تتعلم التوحيد الحق الخالص، لست بحاجة إلى هذه التأملات وهذه السفاهات والخزعبلات. إلى أين تريد أن تصل من خلال هذه الطقوس؟ أن الأديان كلها والطقوس كلها واحدة، المهم نعيش بسلام، ما نحقد على بعض وما نبغض بعض. أين الولاء والبراء؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أين البراءة من الكفر والشرك الذي أمرك الله به في محكم التنزيل؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أين عقيدة الولاء والبراء يا عمر؟ أم هي مسألة المشاهدات وإرضاء الجمهور وإرضاء المتابعين؟ نسأل الله العفو والعافية. نصيحتي للأخ عمر أن يعود إلى الإسلام ويعلن توبته وينطق الشهادتين من جديد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هناك أمور لا يحتاج إلى إقامة حجة أو العذر بالجهل، هذا يكفر. عليه أن يرجع إلى دينه الذي يرضى بالكفر ويحسن صورة الكفر ويمدح شعائر الكفر والشرك ويستحسن ذلك، هذا من الشرك والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة، المسألة ليس في حلال أو حرام اختلف فيه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في حق المنافق وماذا كانوا قد فعلوا؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح عادي نمارسه، ليس نيتنا الكفر. هذا لا ينفع في الكفر والشرك أبدا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم الله عليهم بخروجهم من الإسلام ودخولهم الكفر، وللأسف هذا ما وقع فيه عمر. وفكرة التسامح للأسف الشديد أصبحت منتشرة في هذه الأجيال، حيث يعتبرون عادي تذهب إلى كنيسة تمارس الطقوس معهم، تذهب إلى البوذيين تمارس الطقوس معهم، تذهب إلى الملحدين تساكنهم وتعاشرهم وتأكلهم وتشاربهم، وهم يسبون الدين ويشتمون الدين مثل ما يفعله بعض الجهال من المسلمين عندما يخرجون في بثوث مباشرة مع الملاحدة، وهم يكفرون بالله ويستهزئون بالله ويطعنون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جالس فاتح فمه لا يعرف يناقش ولا يناظر، هذا أيضا أمره في خطر. فليحذر هؤلاء الناس أن يقعوا في الكفر والشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.